عندك هون شغلين. عندك لينا أنا بحاجة لك، أنا تعبان وأنا مريض بحاجة لك. أنت شربان كتير ولازم تروح تنام. مساء الخير طنط. متوقزين أنا جيت بوقت مش مناسب. بعتذر. لينا أنا في موضوع ما لازم أحكي فيك. أنا فكرت باللي أنت قلتيه امبارح. قلت تعي ساعديني عم تتفرجيني، ساعديني ناخذه على السيارة. منيح، ما صار شيء، ما صار شيء. شو كنا عم نحكي أنا وياكي؟ تعال نكفي الحديث بالسيارة. الموضوع كثير مهم بكل بالك. ارتاح جيبي لي مفتاح السيارة. أنا فكرت بكل شيء حكيتيني امبارح، ولقيت إنه أنت معك حق بكل شيء قلتيه. كمان هيك أنا لازم أقعد أنا وياكي. بدا عند الجيران لازم يجيبوا من عندهم. لك لا، شو تجيبوا من عندهم؟ لسه نص ليل هلا. لا ما بصير يضلوا هنيك، بدي اقولوا عني بلا زور. هلا وقفت على هي، امشي. لا هون هذه كنبه، بعد كنبه هون. طيب اوكي، شوي أنا آسفة على اللي صار مبارح. موتت مرتهم أسرة فيه كتير،
حالته كل مالها عم تتدهور وما قدرت ما وصله على البيت. صار لازم جيب بيبي ستر، صرت عم بستحي من الجيران. معك حق، لحالك صعب تربي ولد. أنا كان قصدي أحطك بموقف بشع قدام حماتك امبارح، أنا بعتذر. دخيلك، ما هي خربانة وخربانة، تركها تخرب أكثر. هلا ما عاد في قوة بالعالم تقنعها إنه بيني وبينك ما في شيء. أنت ليه جيت لعندي هلا؟ جيت لعندك عادي عم بطمن عليك. انت خجلانه من اللي عم تحسيه. حاسه انه عيب يصير، بس بنفس الوقت جواتك بدك اياه يصير. ما لازم نترك هدول الاثنين يتحكموا فينا، هني وعايشين وهني وميتين. عامر لسه ما مات. ما حدا بيعرف اذا رح يرجع يعيش. لينا انا بحبك. هذا الكلام اسمه تخبيص. انت ما عم تروحي من راسي ولا لحظه. هذا وهم. الوهم هو فرح. هي الحقيقه اللي كنت خايف واجه حالي فيها لحتى ما ينهار كل شيء. بس الحقيقة إنه اللي كان بيناتنا كان ضعيف وبلا أساس. بيقولوا إنها ما كانت تحبني قد ما أنا كنت أحبها. كرمال هيك قدرت تخوني 3 سنين بدون ما أنا أعرف. لأنه أنا ما كان بدي أعرف. فرح ما بعمرها كانت لإلي. ولا أنا لإلك. ولا رح اقدر اكون لحدا. بدي روح سامي. باي. اذا فاق عامر قادره تكوني معه؟ جاوبيني. قادره ترجعي له من بعد ما اذاكي وخانك ووصلك لهون؟ ما كان لازم تعطي مصاري لفؤاد من دون ما تقلي. الزلمة حكاني وقال لي لازمه مصاري ما اضطر عليهم، بعدين المبلغ ماله محرز يعني. أنت ليش متضايقة؟ لأنه صرت حاسسك عم تدفع ثمن شيء، السيارة وهلا خيي، وهذا الموضوع كثير بشع وأنا مني هيك. إيمتى حتخبرها للينا؟ هلا كل ما نكون قاعدين ورايقين، تفتحي هي السيرة؟ عمر أنا مني قادرة أحط عيني بعينه لسامي بقى. عم بزعل عليه. صرت وحدة كذابة وبلا أخلاق من وراك. من وراي؟ فرح أنا ما عملت لك شيء. أنت عم تربطي موضوعين ما لهم علاقة ببعض. واحد ما بتحبيه ومالك مبسوطة معه. بتركي؟ ما بيصير أصلاً تستنيني لحتى طلق مرتي. علاقتك أنت وسامي بتخصك لحالك. خدي قرار. هلأ صار الموضوع يخصني لحالي. واحد مالك مبسوطة معه وما بتحبيه وعندك أسباب كتير تخليك تتركيه.
ليش عايشة معه لهلا؟ ليش تجوزته؟ تركي؟ بتعرف شو عامر؟ الحق علي. حقتك مثل الهبلة وعطيتك كل شيء وانت انسان ما بيستاهل. لمعلوماتك في ألف شغلة بتنحب بسامي، على القليل بحبني عن جد. أكبر غلط إني فضلتك عليه. غلطت غلطة حأندم عليها كل حياتي. شو هدول؟ تعا تعا أفرجيك. يلا قوم. كتير حلوة بس يا قلبي ما كان في ضرورة، كان ممكن دبر حالي باللي عندي. لا اللي عندك ياهم صاروا كتير قدام، بعدين بكرة حيكون في كتير عالم وتصوير ومجلات، بدي نطلع أحلى اثنين. يلا فوت حضر من الخزانة تفرجيك فستاني. كل ما بروح أنا وياكي على السهرة بقول هلا بشوف شي وحدة بصبص عليها بغمزها، بتطلع أنت أحلى وحدة فباكل الضرب. ما قويك أنت. لا قوي. عندك شي هلا؟ شو بده يكون عندي؟ لا عندك شي ولا ما عندك؟ ما عندي شي. ماشي الحال. كيفك مدام؟ شو دكتور؟ لأول مرة فيه يقول إنه في تحسن. الحمد لله. الحمد لله يا ماما، الحمد لله. الحمد لله يا أمي. الحمد لله. الحمد لله طورني. شوفي. خد إجازة كم يوم وارتاح، بعدين لازم ترجع على المكتب. نظرة عيونه هو ملقح عالزفت والدم عم بينزل منه، منظر ما عم بيفارقني ولا لحظة. يلي صار منه بقصدك. بلا بقصدي. إصراري إن إيكم شو هو اللي قتله. حكيت معك سمر؟ لا، إلا زمان ما حكيتني. هي كمان نفس الشيء. بيتنقع عليها كرمال الولد طفشته. لما جيت بدي إياها ترجع بنفس الإصرار ما رجعت. شكيت فيها وضربتها. ما تفوت هيك فوتت. طلع منها وما تغرق فيها. بدي اياك ترجع على القضيه حتى سوا نلاقي لها حل. انا معتمد عليك. عادي يهمني. هيدا أكبر دب لقينا بالسوق. بس ابنك معود على قياس الأكبر، لهالسبب رح يلاقيه صغير. دب بعينك. خي شفنا هالبسمة الحلوة وهالسنين المصفوفين مثل اللولو. بتعرف إن آخر مرة كنت عندك؟ بعده لنا خيري وتمي عم يجعوني وعم بياخد دواء كمان. يخرب بيتك قلبك شو مليان. بعدين مش مبين عليك إنه إيدك مثل المدقة. يلي بده يدق الباب بدو يسمع الجواب. قلي شو عم بصير معك؟ بشو؟ سامي انت مش منيح، لازم توقف عجريك وتشد حالك بقى. صباح قلت لك اني رحت لعندهم؟ مش مهم صباح، هلا انساها. انا مش جاي كرمال هيك. لكن كرمال شو؟ سامي شو ما صار بيناتنا نحن منضل ولاد خالي ومثل الاخوه.
وانا شايفك تعبان مش مركز وعم تغرق، وما رح اقبل بهالشيء ابدا. مش كرمالك بس، كرمال هالصاب اللي انت قررت انك تقاتل الكل كرماله. اسمع، انا عندي مشروع وبدي اياك معي. بس على اساس انت ما بدك كنا نشتغل مع بعض؟ مزبوط، هذا لانه كان ماشي حيلك واقف على اجريك وكل شيء تمام. بس هلا لا. قل لي قد ايه صار لك ما اشتغلت من اخر مشروع؟ 5 أشهر. وبقي معك مصاري؟ ماشي الحال الحمد لله. بدك شيء؟ عايز شيء؟ لا لا ابدا ابدا. طيب لك يعني بكره بتمرق لعندي على المكتب وبنحكي انا وياك بكل التفاصيل، واذا اوكي بنمضي الكونترا وبتبلش. ماشي يلا جود. صباح وكلت محامي ورفعت الدعوة، ما كان أحسن تحلوها حبيا؟ ما مشكلة، بدها محكمة بنروح على المحكمة. كريم شو؟ شكرا. جوزك بلشت ترجع له صحته، ممكن يفيق بأي لحظة. إن شاء الله. بعدك ناوية تبقي معه؟ ما بعرف، بس لي فيه بنحكي. بفهم منه ليش هيك عمل، وبعدين بقرر. بس بضل في احتمال إنكم تبقوا مع بعض ولو مشان هالولد. لهيك لا تتسرعي وتعملي اشياء تنحسب عليك. قلت لك مليار مره بيني وبين سامي ما في شيء. بعدين من هذا اللي بده يحاسبني؟ عامر؟ عامر ما بيطلع له يحكي معي ولا حرف. اسفه. انت قليله ادب. أنا مالي قليلة أدب وما بسمح لك إنك تغلطي معي. لا، قليلة أدب ونص. بدك تفلتي على كيفك طلقيه، طلقيه وروحي حبي بدل الواحد 10. ولا ما بدك تخسري شيء وبدك فوقه اسمه وسمعته ومصرياته وتضلي عايشة حياة أميرة؟ عيب عليكي. أنت آخر حدا بيحكي عن العيب. بعدين على فرض في شيء بيني وبين سامي، أنت ليش متضايقة؟ مو هذا نفسه ذاته اللي عملتيه مع جوزك طاهر؟ يا ستي وعملت. بس أنا أهلي جوزوني أبوه لعامر غصبا عني، ما كنت حبه وهو ما كان يحبني، وحياتي معه كانت عذاب بعذاب. بس دي أفهم مين بيطيقك؟ مين بحبك؟ بتعرفي إنه أنا كنت اترجيت رجاي لعامر لحتى يرفع التليفون ويحكي معك؟ بتعرفي كنت بوس رجلي ليجي يزورك زيارة؟ ابنك ما بيطيقك. بتعرفي إني كنت بعرف إنه جوزك عامل عليك علاقة؟ كان قلبي وجعني عليكي، واتخنقت مع عامر كذا مرة من شانك، مشان يرجعك. بس هلأ فهمت ليش هرب منك. كان معه حق يحب عليكي وحدة تاني، تستاهل يصير فيكي هيك. كنتي بتعرفي؟ ايه كنت بعرف انه كان يحبها لفرح. مرحبا. مرحبا لينا. هدول بدهم يجوا ولا ما بدهم يجوا؟ دقي لهم. يلا سامعني، رح اشوفهم عن جد كثير غلاظ. خلاص خلاص.
تأخرت وشو قصتكم؟ أنا ما دخلني، هي من الظهر عم تجهز حالها. أهلين سامي. واو طالعة مثل القمر، حتى أنت سامي طالع كثير حلو. شو قصتكم؟ طالعين كثير حلوين اليوم. ذكريني خبرك شي بعدين. أوكي. كيفك عامل؟ أنا منيح، تمام. مساء الخير، بعتذر إنه تأخرت عليكم شوي اليوم، بدي أشكركم من كل قلبي على أحلى 3 أشهر قضيناهم سوا. بدي أخبركم إنه الصف الجديد بيفتح التنين الجاية، فإذا بدكم تتسجلوا معكم كل هالجمعة كل قبل الظهر. بدي أرجع أشكركم من كل قلبي، عم نقضي أحلى أيام سوا وأكيد اللي جاي بعد أحلى. وأهم شيء بدي أشكر رفيقتي وشريكتي وحبيبتي لينا. ايه بس ما رح يمشي الحال الا ما ترقصي لنا رقصه، صح شباب؟ اسمحوا لي بهالرقصه مع حياتي، شريك عمري، جوزي سامي. لا لا لا، انا صار لي زمان ما رقصت، صار لي زمان ما رقصت. غريبة لينا، ما بعرف شو صاير لها وليه عم تعمل هيك. يعني بحياتكم ما كنتوا كني وحما. فجرت وما عاد فرقاني مع حدا ولا شيء ولا حتى شو بيضحك عنها. انت ما تزعلي، اذا بدك باخذ لك بيت قريب من المستشفى. لا ما في داعي كريم، برجع على بيتي بالجبل. صباح الخير كريم. اهلين، صباح النور. لا تروح، عاوزتك شوي. ايه استناني. ايه اوكي. قال الدكتور إنك عم تتحسن. كنت مفكرة حالي رح انبسط بس ما انبسطت. أنت خربت كل شيء.
شو في؟ عم تخبرني انه رفع الدعوى حتى يصير عندها وصاية كاملة على املاك عامر. عن جد عم تحكي؟ ايه بس هيدا شيء طبيعي. طنط عامر هلا بنظر القانون هو فائد للاهلية العقلية. وطالما هي مرته وام ابنه فإلها حق بهيدي الوصاية. بس اطمني هيدي الوصاية ما بتخليها تسحب مبالغ كبيرة من المصاري أو تبيع شيء. يعني كأنه ولا شيء. أما على المبلغ اللي كان يوصل لك من عامر كل آخر شهر فما رح يتغير شيء. بتقول إذا مش مكفيك رح بتزد لك هو. بنت الحرام. والله بس يفيق عامر ويعرف باللي صار رح يزتها بالشارع بشنطة تيابها. كريم. بونجور. كيفك؟ حابة أعزمك على العشاء اليوم إذا ما عندك شيء. كيف صرتي؟ أحسن. شو بنتعشى سوا؟ إيه؟ وين بتحبي؟ عندي بالبيت أروق شيء. أوكي. هيدا الحكي بشو بغير؟ من وقت ما توفى الشاب وجاد منه منيح أبداً. ما بقدر أعمله شيء. أصلاً هو غلط غلطة كبيرة وما ترك مجال لا للحكي ولا للتعاطي. بعرف بس الوضع منه مثل ما أنت متصورتيه. جاد هلأ بحاجة لألك. سوري ما بعتقد رح أقدر أعمله شيء. باي. اترك لي ايدي قبل ما حدا يشوفنا. قلت لك اترك لي ايدي. خلاص انا راح اقول لها اللي بدك اياه راح بيصير. بس انا ما بقى بدي. كيف يعني ما بقى بدك؟ كيف يعني ما بقى بدك؟ وطي صوتك فضحتنا. فرح كيف يعني ما بدك؟ عامر اللي صار بيناتنا نزوه وقطعت. انا فكرت بالموضوع وعرفت ليه ما تركته لسامي مثل ما طلبت مني. وما لقيت غير جواب واحد. بعدني بحبه. بحبه كتير. ورح أعمل كل شي تعوض له عن كل شي اللي صار بيناتنا. حتى لو هو ما بيعرف. فرح. قلت لك أنا مستعد. مستعد طلق لينا. وأنا قلت لك ما بقى بدي. اللي صار بيناتنا خليني أعرف قيمته لسامي بحياتي. أنا بكون وحدة مجنونة أتركه كرمالك. اترك لي إيدي. قلت لك اترك لي إيدي. حياتي. شو يا قلبي خلصتي؟ ريحتها كتير طيبة. هات خليني ادوقها. لا لا دقيقة. شو في؟ خليني اخذ سيلفي قبل. كمان سيلفي على الأكل؟ ايه وشو فيها؟ يا حياتي ما بحب اتصور على الأكل في ناس ميتة من الجوع. خلص هلا ما تقلب لي اياها جد. يا جد. خذها أنت. كمان؟ أطول من إيدي يلا. بس هيك سامي هيك. يلا. ضحك شوي. اه وهي تصورنا صار فينا ناكل؟ اكيد يلا هي حط لك سلطه بكت لي بدي اكل من هديك لانه بكفي بس هلا اذا بدي برجع بحط مرسي يا قلبي على شو؟ مرسي لانك موجوده بحياتي لانك حلوه وطيوبه أنا بصب لك كريم.
صارت الساعة 10. الساعة 10. شبك مالك على بعضك من امبارح؟ في شيء؟ لا ما في شيء، ساوي له إذا بتريدي. يلا فورا. هلا كنت عم حاكي فرح وقالت لي انه هي وسامي رح يطلعوا على تركيا، فحبيت الفكره كثير وقلت بركي بنطلع انا وياك كمان معهم، شو رايك؟ امتى بدهم يطلعوا؟ تقريبا بعد 10 ايام. بعد 10 ايام؟ لا ما بيقدروا. عنا شغل كثير ولسا سامي بيعرف هذا الشيء. نحن اوريدي متاخرين بالتسليم. فما معقول يعني يتركنا ويطلع يعمل سياحة الأستاذ سامي. شو عم تعمل؟ بدي حاكي؟ لا ما هي القصة كلها لا تطقحنك يعني أي كلام. بكرة بيقلك حجزنا أوتيل وطيران وما فينا نلغي ومن هالحكي هاد. ولهلا ما أخرنا 20 يوم الأستاذ. مرحبا استاذ سامي. منيح انا منيح. سمعت انه مسافر انت وفرح على تركيا بعد 10 ايام. كيف يعني ما عندك خبر؟ لا مدام فرح قايلت لها لالينا هذا الشيء فلازم يكون عندك خبر بعتقد. ما بعرف استاذ سامي، انا اللي بعرفه شغله واحده بس، انه حضرتك مأخرنا لهلا 20 يوم وأنا ما تعودت أبداً أني أخلف بمواعيدي مع أي حدا. المهم أنا عم أقول لك سلام. الواحد عم يغني على ليلو. حضري حالك، أنا وياك الأسبوع الجاي رايحين على تركيا. أوكي بس في أفهم شو صاير معك؟ عم أقول لك حضري حالك، أنا وياك رايحين على تركيا سياحة، ماشي؟ أنا مستعد أترك الدنيا كلياتها كرمالك. إذا هذا الثمن لازم أدفعه لحتى نضل مع بعض فأنا جاهز أدفعه. أنا ما عم بقدر أعيش بدونك. أنا حاسس حالي ضايع. ضايع. وهي ما لها حياة. خلينا نشوف بعض آخر مرة. خلينا نحكي. بعدين إذا قررتي ترجعي لحياتك أنت وسامي اعملي اللي بتلاقيه مناسب. بس نحن الاثنين بعتقد انه بنستاهل فرصة أخيرة. شو قلتي فرح؟ فرح جنوبيني. سمعتك. اوكي. موافقة. لا ما رح ارجع له ولا رح اقدر ارجع اعيش معه. عامر فضاني من جوا فضيت. حتى المشاعر اللي كانت جواتي وقعت مني شقفة شقفة لحتى خلصت. مع ابني ما عم بقدر اكون ام منيحه. على فكره ما فرق شي عن صباح.
أنا قلت لك إنه طلعت بتعرف بعلاقة عمر مع فرح وضلت ساكتة. عم بيزيدوا هي أكتر اللي كانوا بيعرفوا. يمكن الكل كان بيعرف إلا أنا وأنت. يمكن نحن السبب مثل ما أنت قلت. نحن ما كنا بدنا نعرف. حاسة حالي وحيدة ومو معي حدا. انتي منك وحيدة وانا جنبك. انتي بس اعطي حالك واعطيني فرصة. ما لازم نترك حالنا نغلط هيك غلطة. ما راح تزبط سامي، راح نتعذب كتير. انت لازم ترجع شغلك. ما بحياتك كنت هالقد ضعيف. انت كسرتيني. انا ما كسرتك. انت اللي هنتني وشككت فيي ومديت ايدك علي. شو كنت ناطر مني اعمل؟ والله هلأ نحن أصحاب، ما تغير شيء. بس أنا مش بلا أصل لحتى أدير ظهري وأمشي بهيك لحظة. ما حدا بيعرف، يمكن بالمستقبل أقدر أنسى وسامحك. بس من هلأ لوقتها نحن أصحاب وبس، إذا هالشي بيناسبك.